من جديد والحديث بقى عن مباراة مصر وتونس، وده لقاء مرتقب بكرة إن شاء الله الساعة 5 بتوقيت القاهرة في الدور نصف النهائي لكأس فيفا للعرب. طبعا منتخبنا بيستعد للمباراة دي استعداد خاص، وفي غيابات كان بسبب الإصابات، لكن النهاردة اطمنا على الإصابات وانضموا كلهم للتدريبات الجماعية، سواء الشناوي أو حمدي فتحي أو أكتر من لاعب كان الجهاز الفني محتاج يطمن عليهم قبل مباراة بكرة. طيب عايزين نتكلم أكتر على مباراة مصر وتونس، وعايزين نلقي الضوء على استعدادات منتخبنا لمباراة الغد، وإزاي تونس ممكن تواجه منتخبنا الوطني. هل بتغيير في التشكيل؟ هل بالاعتماد على سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني؟ هل منتصر الطلبي ممكن يعود للتشكيلة الأساسية؟ هل علي معلول ممكن يبدأ مباراة منتخبنا يكون في مواجهة مباشرة مع أكرم توفيق؟ كل التفاصيل دي هنعرفها لما نروح إلى تونس مع الخبير القروي والنجم التونسي الشهير الكابتن حسام الحاج علي، نجم الكرة التونسية اللي بينورنا من خلال شاشة قناة الأهلي. مساء الخير كابتن حسام، يعيش أخويا. مساء النور أستاذ محمد، اهلا بيك. الحال الحمد لله بخير. طبعا مباراه مهمه جدا، وبالتاكيد الكل مهتم جدا بتفاصيل هذه المباراه. من وجهه نظرك في البدايه، توقعاتك لشكل المنتخبين، وهل المباراه هتكون على المستوى الفني كبيره، او ممكن تكون مباراه ما فيهاش يعني اهداف ومباراه مغلقه تكتيكيا وما فيهاش فرص عديده للفرقتين؟ هو اكيد استاذ محمد، الكل يعرف ان المنتخبين من اكبر منتخبات افريقيا، منتخبين جاءوا البطولة العربية للفوز بالكأس، منتخبين الجماهير كلها تستنى في العودة بالبطولة. صراحة ممكن الدور الأول والدور الثاني ما كانش فريقين في أحسن حالاتهم، لكن يبقوا منتخبين من أكبر المنتخبات المرشحة. أنا أتوقع صراحة نظرا لتقارب مستوى المنتخبين، نظرا للخصائص المتشابهة، أنا المباراة ممكن فنيا ما تكونش من المستوى العالي، ممكن تكون مباراة مغلقة، واتوقع ممكن تكون فيها جول ولا جولين ماكسيموم، ممكن تمشي لركلات الترجيح وضربة الجزاء. اتوقعها مباراة تكتيكية، مباراة مغلقة اكثر من انها مباراة مفتوحة ومباراة فنية. طيب في جزئية تانية، وانت بتتكلم على المباراة هيبقى في ثنائيات، يعني اللعيبة عارفة بعضها، بتلعب حتى مع بعضها في فرقة واحدة. يعني عندك مثلا مواجهة محمود الونش مدافع منتخبنا الوطني امام سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس، عندك اكرم توفيق في مواجهة علي معلول، فرجاني ساسي في مواجهه مصطفى فتحي، في ثنائيات كتيره في الملعب. هل ده ممكن يبقى يعمل اثاره للمباراه؟ هل ممكن نشوف قوه ونديه، ولا شكل المباراه ممكن تبقى ازاي؟ اكيد الثنائيات مهمه، خاصه انهم اللاعبين يعرفوا بعض، كل لاعب يحب يتفوق على زميله، كل لاعب يحاول يتفوق الثنائيه الموجوده. الاكيد واللي نتمناها ان هذه الثنائيات وهذه النزالات بين اللاعبين تكون في اطار الروح الرياضيه، اكيد بتكون فيها بعض القوه، اكيد بتكون فيها بعض الالتحامات، لانه تبقى مباراه مهمه، مباراه سيمي فاينل، لكن اكيد بتكون مهمه جدا، خاصه انه في ثنائيه موجوده وهي اكيد، اللي هي بين سيف الجزيري وبين الونش، هذم اكيد بيكونوا اساسيين. تبقى المواجهه بين علي معلول واكرم توفيق ممكن صعب ان نشوفها، لانه في الاغلب انه بن حميده هو باش يكون الظهير اليسار، لان معلول نعرف وراجع من اصابه تقريبا منذ بدايه البطوله هو مصاب، رجع تدرب تقريبا حصه ولا حصتين فقط، صعب في مباراه بهذا الحجم وبهذه القوه انه يكون اساسي، خاصه انه بن حميده عمل بطوله ممتازه جدا، يعني صعب ان نشاهده اكرم توفيق في مواجهه علي معلول. ممكن هناك مواجهه بين فرجاني ساسي ومصطفى فتحي، بالرغم اللي أنا مش متأكد إن مصطفى فتحي ممكن يكون أساسي في هذه المباراة، لكن ممكن تكون مواجهة بين فرجاني ساسي والسولية، ولا فرجاني ساسي مع حمدي فتحي اللي تعودوا يلعبوا ضد بعض، وكان دائما الثنائيات لما يقابلوا بعض يكون ثنائي وتكون نزال ممتاز جدا بين اللاعبين. طيب عايز أسألك على منتصر الطلبي، هل عودته للمباراة دي أو مشاركته في المباراة دي هيحدث الفارق مع المنتخب التونسي؟ كمان عايز اتكلم على حنبعل المجبري، يمكن عامل بطوله مميزه جدا، هل برضو في خلاف بينه وبين بعض اللعيبه في المنتخب التونسي ده ممكن يلقي بظلاله على اداء تونس في مباراه مصر؟ وجهه نظرك في النقطتين دول. شوف بالنسبه لمنتصر الطالبي، نعرفه احنا وقبل بدايه البطوله كل الشارع التونسي والاطار الفني التونسي يعرف ان منتصر الطالبي باش يوصل قبل مباراه السيمي فاينل، يعني هذا كان منتظر. لكن هنا هل منظر، لان منظر الكبير لو استعمل منتصر طلبي يعني هناك تغيير في طريقه اللعب، باش يكون هناك ثلاثه لاعبين في قلب الدفاع، ونعرف ان المنتخب التونسي لعب بهذه الطريقه
في مباراه موريتانيا، ولعب بهذه الطريقه بثلاثه في قلب الدفاع ضد مباراه ضد زامبيا في تصفيه كاس العالم، وكانت ناجحه وكانت اعطت اداء ممتاز للمنتخب التونسي. يعني دخول منتصر الطالبي ممكن باش يكون هناك تغيير في طريقه اللعب، وهذا مهم جدا بالنسبه للمنتخب التونسي. هل سيكون ايجابي او سلبي؟ هذا الملعب ممكن نشوفوه، لكن ان منتصر الطالبي ممكن يصبح المنتخب التونسي يلعب بثلاثه في قلب الدفاع. بالنسبه لحنا باع المجري صراحه لاعب من الطراز العالي فنيا بدنيا تكتيكيا، وهو نقدر نقوله مفاجاه المنتخب التونسي. صحيح المنتخب التونسي يعرف هذا اللاعب والجمهور التونسي يعرف هذا اللاعب، لكن ما شاهدناش هذا اللاعب في مباريات بهذا الحجم. نعرفه لاعب شاب عمره 18 سنه، لكن الكلام اللي يتقال انه فيه مشاكل مع اللاعبين، انا ناكد لك الكلام هذا ما فيه ولا 1% صحه. هي فقط مواقع التواصل الاجتماعي، هي الناس اللي من برا تحاول تخلق اشياء غير موجوده. حنا باع المجبري لاعب شاب، كل اللاعبين تقبلوا هذا اللاعب، حتى نشوفوا احنا الصور اللي نزلت بعد المباراه، صور مع اللاعبين، حتى سالوا منتصر حنا باع المجبري، سالوه قال ما فيش ولا مشكل مع اي لاعب، هذه هي كره القدم، مره تجيني تمريره، مره ما تجينيش تمريره، ما فيش كل كره باش تروح لنفس اللاعب، لكن اكد لك اللي ما فيه ولا مشكل، وان شاء الله حنا باع المجبري باش يقدم مباراه كبيره مثل ما قدمها منذ بدايه البطوله. هل المنتخب التونسي الشارع القروي في تونس راضي عن اداء المنتخب التونسي في البطوله؟ هل مباراته مع منتخب مصر هو هيكون المحك الاساسي او الرئيسي سواء لتونس او حتى لمصر؟ شوف استاذ محمد، نفس الشيء اللي موجود في مصر، هل الشارع المصري راجع راضي على اداء مردود المنتخب المصري؟ انا اتوقع اللي 50% 50%، صح ولا لا؟ حقيقي فعلا في تباين في الاراء. نفس الشيء في الشارع التونسي. تعرف ليش؟ لان الشارع التونسي والشارع المصري اثنين ذواقه في الكوره، يحبوا الكوره، يحبوا يشوفوا الكوره الجميله، يحبوا الاستحواذ، يحبوا السيطره، يحبوا الاهداف. نفس الشيء لما ما يشاهدوش هذا في بعض المباريات، حتى لو انه النتيجه او الوصول الى السيمي فاينل تعتبر نتيجه ايجابيه، لكن من حق ان الشارع التونسي والشارع المصري انهم يطلبوا اكثر من منتخبهم، لذلك راضين لكن مش كل الرضا. في هذه المباراه يجعل الشارع التونسي او الشارع المصري نفس الشيء باش يكون راضي، باش يكون سعيد، لان نعرف احنا على الاقل احنا في تونس استاذ محمد كنا نعرف ان البطوله بالنسبه لتونس تبدا من السيمي فاينل. نعرف احنا المنافسه باش تكون بين مصر المغرب الجزائر وبدرجه اقل المنتخب القطري. بقيه المباريات صحيح كان منطقيا ومن المفروض ان تونس ومصر يكونوا في السيمي فاينل. صحيح. لكن اليوم الحساب او حقيقه المنتخب التونسي او المصري باش يظهر في هذه المباراه. اكيد. كابتن حسام الحاج علي النجم الكره التونسيه، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني واسعدتني بالتاكيد بمداخلتك، وكلام كان مهم جدا بخصوص بالتاكيد استعدادات منتخبنا لمباراه تونس. كابتن حسام انا بشكرك، نورتني وشرفتني، وبالتاكيد هنتكلم خلال الفتره الجايه، لان بالتاكيد كمان لسه عندنا منافسات افريقيه على مستوى الانديه. ده كان كلام مهم جدا للكابتن حسام الحاج.